أستاذة سهام تتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة. اتفضلي. أول سؤال، هو يجب عن الزوج إن هو يخطب على زوجته إن هو تاخد حقها في بيت أبوها؟ الزوج أصلا ملوش دعوة بالذمة المالية بتاعت زوجته، وهم أصلا ما عندهمش يعني فلوس في البنك ولا كده ولا محلات ولا حاجات زي كده، هم بيت بس. ما أنا بقول لك حكم عليها يا تاخدي حقك يا إما ما تلزمينيش. يبقى غلطان، يبقى زوج غلطان. لكن هو إذا كان هو عايز يساعدها تاخد حقها من باب إن هو بيبين لها اهتمامها بيه، لا أهلا وسهلا. عايزة تاخد حقها وعايزة خلاص يا حرة. افرض يعني أنا بسأل سؤال، افرض يا سيدي أنا ليا دين على واحد وعايز أتصدق عليه عشان رمضان يخرج وأنا متصدق عليه، تيجي مراتي تقول لي لا ما تتصدقش عليه. لو أنا مكفي بيتي ومعطي لبيتي أتصدق ولا حد يقدر يمنعني من الصدقة. انت ليكي، هي ليها ذمه ماليه مستقله، زوجها ملوش دعوه بفلوسها ولا ينظر اليها. والراجل لازم يعرف ليه الست بتسال ان جوزها بيتدخل في مالها ليه. الست عندها اي تدخل من الراجل في اموالها يصيبها بالتهديد. ليه كده؟ ما يخليه يقول عليه بخيل، لا، او يقول عليه اناني، او يقول عليه مستغل، لا، هي تحس بالتهديد. لأن الفلوس عند الست هي أحد أسباب الشعور بالأمان، فهو لما بيجي ناحية الفلوس هي بتشعر بالخوف. فزي كما أكلم الزوج العزيز، مالكش دعوة بفلوس زوجتك. نعم. السؤال الثاني، إن هي هل ده ممكن يكون عقاب من ربنا إن هي عملت كده؟ أهلها زعلوا عليها إن هي جالها مرض مذنب وصرفت الفلوس وصرفت أكتر منهم كمان. ما جايز يعني ربنا جاب لها المرض المزمن ده عشان يرفع درجاتها. ليه يعني لما حد يصيبه شيء يعتبر ان دوت نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع العقاب. طب بعض الانبياء اصيبوا ببعض الامراض، فاصابه الانسان بمرض لا تعني ان الانسان دوت ماله محل غضب الله سبحانه وتعالى. لا تعني يعني لا تتعين، لكن ممكن بس هنا في حالتنا مين اللي قال في الحاله دي بعينها ده غضب من ربنا؟ ما حدش يقدر يقول كده. المهم هو دلوقتي تاني بيخيرها بان هي لما خدت الفلوس بتاعتها بتاعت الغسيل رفعنا قضيه وكتبناها وهي عايزه تحط لي الفلوس دي باسمي انا، هو برضو بيعمل نفس اللي عمله في ورثها، يا اما تديني الفلوس دي يا اما ما تلزمنيش وهطلقك. وهي دلوقتي يعني عادت اهلها عشان خاطر الورث. هو ملوش حق. بص اللي انا عارفه ان هو ملوش حق يقول الكلام ده، وملوش حق يتصرف التصرفات دي، ويتقي الله سبحانه وتعالى، وهو ليس له حق ان هو يعمل كده، يخلي الفلوس دي سبب في قطيعه مع اهلها، لا، هو ليس له حق في ذلك. نعم. فانا دلوقتي اخدها وامشي يعني؟ هي كانت خلاص عايزه تمشي وعايزين يخلص. لا لا، هل كده انا بخرب البيت يعني؟ حضرتك كده بتخرب البيت يا فندم. طيب ما هم مشاكل على طول. حضرتك بتخرب البيت يا فندم، ماركيش دعوه، هاتهم لي على مركز الارشاد الزواجي. ماشي. طيب السؤال الثالث. لا، السؤال الرابع بقى. ما هم سؤالين اللي هم بتاع وظيفتي. اتفضلي يلا. طيب انا بصلي زي كده ركعة 2 بنسى، تحيت ولا لا؟ فمش عارفه ده وسواس ولا وسواس يا فندم. لو كان بيتكرر اكتر من 3 صلوات في اليوم يبقى يعني ده وسواس على طول. يلا ما انا عشان كده قلت لك وسواس، فده وسواس. تعملي ايه بقى؟ تعملي اللي تدفعي بيه الوسواس. لو كان اللي بيدفع الوسواس ده ويخليكي ايه الوسواس ده، اهدى ان انت تقولي لا انا صليت 4 يبقى صليتي 4. خلاص؟ تمام. ربنا يفتح عليك يا استاذه سهام، ربنا يبارك لك ان شاء الله.